الفنون الأدبية فنون متعددة ومجالاتها شاسعة وواسعة، كيفية تطويح هذه الأعمال الأدبية سواء كانت شعرا أم نثرا إلى واقع روائي أو مسرحي أو مسلسل تلفزيوني أو أفلام عربية. تكلمنا اليوم عن الفنون الأدبية الإسلامية وما هيتها وكيف تتخذ هذه الفنون صفة الإسلام، وهنا هذه النقطة المهمة، لأن هي أصالة تنبع من العقيدة ومن الصورة والشكل الذي نحن نفكر به. لما نقول نحن أدب إسلامي فهو يحمل على هذه العقيدة من وجهة الكون، لما ينظر إلى الكون أو حين يطرح فكرته فهو يطرح من خلال معيشة الإسلامية لهذا الشخص الأديب أو المنتج الفني.